جامعة الملك فيصل، مدينة العلم في واحة الأحساء. يتملكني اليوم شعور الغبطة والسرور، ويعتريني شعور الفخر والاعتزاز بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله. هذه الزيارة هي كما عودنا ولاة الأمر في تفقد أحوال المواطنين وتدشين المشاريع التي تقوم الدولة بتموينها لخدمة هذا الوطن الكبير، مما يزيدني اعتزازا تدشين المدينة الجامعية لجامعة الملك فيصل. هذا الصرح العلمي الكبير، ما في شك أنه تدشين هذه المدينة سينعكس إيجابا على العملية التعليمية في جامعة الملك فيصل كما ونوعا. أسأل الله التوفيق للجميع، وما في شك أنه نحن فخورين في جامعة الملك فيصل. أيد الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وسلمت للمجد يا وطني.